شوف، قضية التحكيم طبعا صعب أو مستحيل أنك ترضى. يعني كل مسؤولي الأندية أو حتى أنصار الأندية، إعلامي الأندية، للأسف أصبح الآن نجاهر بإعلامي الأندية وللأسف، ما راح يرضون على التحكيم، كل يغني على إله، تظل قضية. ولكن أنا ما أخذ من الكلام هذا كله، بالعكس أنا أقدر العمل، واضح أنهم يشتغلون ويعملون، وفي حكام السعوديين بدأ يستعيدون الثقة بأنفسهم. ولكن يعني ما احبذ انهم يروحون الأندية، هذه وجهه نظري. انت جهه مشرعه تسوي ورش توضح، ولكن ما تروح الأندية ولا تطلع لي بعد اسبوعين بالتقارير. كنت اتمنى وجه وش الفائده لما تقول والله ضمك له هدف ملغي، الشباب لك لا. انا ابغى يكون في كل اسبوعين، كل 10 ايام، كل فتره معينه ورشه عمل، مؤتمر للجميع، اعلام، رؤساء انديه. اما حكايه اني والله اروح الانديه واوضح لهم واقول لكم يا جماعه حكمنا سوى، لا لا، ما اعتقد ان هذه وسيله، هذه وجهه نظري، واتمنى تصل لهم. العمل التحكيمي جهه قضائيه مستقله، اوكي تطور تنور، ولكن لا تبحث عن رضا الانديه، لان لن ترضى لا هي ولا اعلاميها.